السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اول حاجه غادي نبدا بهاد لا فيديو، غادي نشكركم بزاف على الرسائل ديالكم، لي كومونتير كتسولوا فيا فين غبرتي، علاش ما كديريش لي فيديو بزاف، عندكم الحق انا مقصره. ففعلا انا مشغوله بزاف اللي فيه مع الخدمه مع القرايه مع يعني وقتي عامر بزاف، كنرجع في الليل يعني كنرجع مهدوده، خاصني غير نعس باش نرتاح. فكنشكركم من كل قلبي، انا كنبغيكم بزاف، كنتوحشكم بزاف، ان شاء الله بوحول الله كنوعدكم، هو في الحقيقه ماشي وعد حر، غادي نوعدكم مره ندير لكم فيديو كل اسبوع على الاقل، غنحاول كل اسبوع نلوح لكم فيديو نبوستيه هكا في اليوتيوب. سينو على 15 يوم وما بقاش نغبر بالشهوره كما كتقولوا نتوما كتغبري بالشهوره. فكنعتذر منكم بزاف، وان شاء الله ان شاء الله بحول الله ما بقاش نغبر عليكم. بغاف ندوز الموضوع ديال الاساس ديال هاد لا فيديو هادي. فاللي كيتابعني على الانستغرام اكيد شفتو بانني بوستيت واحد لا فوتو، انني خديت دو برودوي من البارا، خديت هاد اورياج موس نيتوايونت ديال اورياج، صراحه توب توب، غادي نهضر لكم عليها بكل صدق بكل صراحه. وخديت حتى هاد دي بي وات بوان اس اونتي سولير ديال اس ام لابوراتوار ديرماتولوج، سي اون مارك فرونسيز اللي صراحه شبعت عليها كثير، وغنهضر لكم حتى هي بكل صراحه عليها لانني جربتهم مده هادي. نبدا بهاد موس نيتوايونت كي اليمين كلاريفي بيوريفي لابو، كاتبين عليها ايبو اليرجينيك 100 مليليتر، فيها لي برودوي كيميك بزاف، ومع ذلك لي في ما عطاتني حتى شي رياكسيون اليرجيك، لانني انا من بعد لاسي ولا من بعد الخيط كيحمر لي لابو ديال الفيزاج ديالي، تيوليو فيها حبيبات صغيورين. اون فوا غسلت بهاد الموس هادي اللي في من الاستعمال الاول بانت لي نتيجه رائعه، نتيجه هائله، عطاني واحد اللمعان واحد الاشراقه، كي فعلا كيعطي واحد البياض للوجه، ماشي بياض يعني اللون ديالك الحقيقي كيبان صافي ونقي وزوين، فعلا عطاني واحد اون بون مين فوالا، صراحه زوين بزاف باش ما نكونش يعني كنكذب، غزال بلا قياس صراحه. انا ما ندمتش لانني خديته، غنبقى ناخذو ان شاء الله دائما. كيف قلت عطاني اون بون مين، كيبيض لابو فعلا من استعمال الاول، كيبان لك واحد الاشراقه في وجهك، كيبان واحد البريق واحد اللمعان، كيبان واحد يعني النتيجه تتبان من الاستعمال الاول. بغاف روعه، فيه بزاف ديال لي برودوي كيميك، ورغم ذلك ما دار لي حتى شي رياكسيون اليرجيك لي فيه. كنعاود نقولها هذا غير خذوه بعينكم مغوضين مغمضين، الثمن ديالو 140 درهم في الباغا، خديته من الباغا 140، جوست واو فريمون توب صراحه، غير خذوه بعينكم مغمضين. التكستور ديالو شويه ثقيله، شويه ثقيله شويه، يعني خصك معاها وقيته يعني باش تستعملي، يعني باش تفركيها على لابو ديالك، يعني كتاخدي واحد الوقت باش تماصيها مزيان في لابو ديالك، مزيانه فوالا. هادشي اللي ممكن نقول على هاد الموسيت نيتوايون ديال اورياج، فريمون توب وزوين، غير خذوه من عندي انايا صراحه، نصيحه مني غير خذوه. البرودوي الماجي لي فيه هو هذا ديال اونتي سولير ديال دي بي وات بوان اس، اونتي تاش، اونتي ريد، يعني دوك لي ريد اللي كيكونوا يلاه بادين، يعني ديبي ديال لي ريد اللي كيبدا ليكم في الفيزاج بنات لي ديباساو 35 بار اكزومبل، يعني من 35 اي بلوس، صراحه بالنسبه دوك لي ريد ديال سوا ديكسبرسيون سوا ديال لاج سوا ديال المهم ديال لاج فوالا، كيبدا ينقص منهم اولا ما تيخليهمش يكبروا كثروا في الفيزاج ديالكم. اول نصيحه بان ننصحكم على هذا البرودوي هذا اللي فيه هو انه فيه بلوس 50 بلس اس بي اف، اللي ما كيفهمش شنو هي 50 بلس اس بي اف، صافي دير يعني الحجم او الوقايه شحال قدو يحمي لك يعني الوجه ديالك من الشمس فوالا، يعني شحال الدرجه ديال الحمايه اولا شحال يقدر يقيل لك وجهك من الشمس فوالا، تو سامبلومون. يعني كنصحكم انكم تاخذوا 50 بلس 30 ولا 20 ولا داكشي غير بالصحه، لانه ما كاينش كافي بالنسبه للصيف. في البرد انا بعدا كنت ناخذ دائما 50 بلس في البرد ولا في الصيف،
عندي دائما 50 بلس اس بي اف. كاين عاوتاني يو في بي بلس يو في ا، سافو دير يعني ديك الوقايه من اشعه الشمس ما تحت البنفسجيه، اولا ديك الحروقات الخفيفه يعني ماشي الحروقات يعني الواعره. كاين واحد كيتسلق لي وجوه بالحراره ولا بالماء سخون ولا المهم كيتحرق لي وجوه، فهذا كينفع بزاف لهاد النوع ديال الحروق يعني الحروق الخفيفه. هذا خديتو لي فيه ب 151 كيحمي من يعني اونتي ريد كيف قلت اونتي تاج، كيصفي لابو زعما جوست واو جوست توب. انا حمقني وغنبقى ناخذو حتى هو كيتكلاصا مع دوك لي اونتي سولير اللي ديجا هضرت لكم عليهم اللي هما توب توب دو شي توب. بحال بون غادي لكم فيديو خاص يعني مي 5 توب اونتي سولير ان شاء الله مستقبلا. فوالا كيما قلت لكم هذا خديتو ب 151 يمكن من البارا فوالا، وهذا خديتو ب 140. ما عندي ما نقول غير فونسي لي زيو فيرمي مع هاد لي دو برودوي، جربتهم عن قناعه راهم خطر واعرين. خديت هادي لي في خديتها من واحد المحل ديال الماكياج من معاريف، خديتها ب 15 درهم وي سي جو مو رابيل بيان 15 درهم واقيلا. فيها هاد السنينات رطيبين يعني كيتماسي بهم لابو ديال الفيزاج، عاود ما تغسلي غير وجهك كتحطي هنا البرودوي مثلا هاد الموس ديالك نيتوايون ديال يوريات مثلا كتحطي هنا وتتبداي تماسي به لابو ديالك تقومي به لابو. صراحه احسن من اليدين ديالك، يقدر يكون عندك الظفار تقمشي بهم لابو. هادو غزالين السنينات ديالهم رطبين بحال الحرير يعني روعه ورخيص. شنو هي 15 درهم عجبني كيبيعهم حتى هذا، غير انا خديتها من الفارماسي يمكن كتباعو غير بقل من الثمن جو كوا. هادشي اللي قالت لي اختي قالت لي راه قل من 15 درهم، ولكن انا هذه عجبتني زوينه رطبه بون زوينه. كنصحكم اللي فيها انكم تبداو تغسلوا وجهكم بشي حويجه بحال هاد هذه زوينه مزيانه احسن من يديك. فوالا بغيف فوالا فوالا لي في، كنتمنى يكون فتكون في هاد لا فيديو هادي. الى عجبتكم هاد لا فيديو كما العاده بوس بلو كومونتير، بيزو بيزو، يا لا بروجين، بيزو باي.